حتى يستفيد، واللي معه كاش بده يستثمر ويدفع. عندنا أول نوع اللي هو نحن بنعطي عاد استثماري، أنت معك كاش جيت اشتريت الشقة كاش دفعت سعرها بالكامل، بنعطيك عاد استثماري سنوي بقيمة 8%، كل سنة 8% بندفع لك لثلاث سنين لحد ما يجهز عقارك وتستلمه، هيك بتكون حركت فلوسك. النوع الثاني اللي هو الخصومات، في بعض المشاريع عليها خصومات بتوصل 40% 30-40%، مشان تكون دقيقة أكثر، 30-40% الخصومات الكاش عليها، فهي من أكثر المشاريع اللي بتربح. يعني أنت أوريدي أخذت كأنك أنت بسعر التكلفة فقط، أخذت العقار ربحت فيه لما يجهز وربحت من العرض. في سوري يتملك بدبي، طبعا تملك هلا كل الجنسيات، يا ليه هيك اللايف عم بيعمل عندي؟ كم متوسط هل مضمون الواحد يحصل على تمويل البنك بحال كان عندك دخل بالبلد اللي انت مقيم فيها وكشف حسابات بنكيه اخر 3 شهور؟ اكيد هو بالنهايه نحن ضمان البنك هو العقار، بيرهن لك العقار لحد خلص اقساط. كم متوسط ايجار البيت في دبي لو سمحتي؟ المتوسط 8%. تباني للعشرة على حسب وين عم تشتري. نرجع نحكي الموقع مهم. $100,000 ما بيشتري لك عقار ككل، يعني القيمة هي ما بتشتري لك عقار. فيك $100,000 تشتري استوديو تدفع 24%، بنعمل لك خطة دفع 24% أقساط شهرية لحد الاستلام من خلال $100,000. من $100,000 عند الاستلام من أجر العقار، العقار بصير يست أقساطه. فهي بهي الطريقة أنت بتقدر تكون استثمرت $100,000. بس نحنا لازم نشوف الناس اللي بتحكي لي معي باللايف معي كذا وكيف بستثمر وكيف كذا. بحكي أنا نصائح بشكل عام، بس بالنهاية بتختلف الحالة من شخص لشخص. يعني نحنا لازم أحكي معك أفهم منك بالضبط كم المبلغ، مثلا شوف لك خطة الدفع الموجودة عندنا، هل $100,000 بتكفي لوقت الاستلام، هل عندك القدرة تزيد عليهم شوي أو الأقساط الشهرية تزيد عليها شوي. في كتير تفاصيل لازم كمان أنا أفهم من العميل، ما بيكفي أعرف هيك تفاصيل عامة. شكرا يا محمود، thank you. الواحد يحصل على تمويل البنك شو بتعليها؟ كم مدة إقامتي لو اشتريت الإقامة؟ عم بتكون أنا أسترالي، كم مدة الإقامة؟ ما دخل الجنسية، الإقامة على حسب نوع عقارك. في عنا نوعين للإقامة العقارية، أول نوع اللي هو الإقامة الذهبية. الإقامة الذهبية مدتها 10 سنين، بحق لك تتملكها أنا وخمس أفراد من عائلتك المقربين وثلاثة من البعاد مثل أب أم أخوات. نوع هاي لازم تكون قيمة عقارك $550,000 قيمة عقاراتك، $550,000. وعادي إذا كان قيد الإنشاء المشروع، لكن لازم تكون دافع من قيمته 25%. تمام. عندنا النوع الثاني من الإقامات اللي هو الإقامة العقارية العادية 3 سنين إلى كل أفراد عائلتك المقربين فقط. لازم يكون قيمة عقارك $210,000 كحد أدنى، ولازم يكون العقار جاهز مش قيد الإنشاء ومسدد جميع الأقساط، ما لازم يكون العقار مرهون. هاي بتكون 3 سنين تجدد طالما أنت مالك العقار. ما سيدفع تكلفة البناء بعد تسديد 22% من ثمن العقار؟ كيف من سيدفع؟ المطور، عم تشتري من مطور، عم تشتري من مقاول، فهو عم يتكفل بتكلفة البناء. فهي أحد العروض الممتازة بصراحة في أبوظبي، 22% دفع أولى وما تدفع شيء للاستلام. هلأ أنا شو بنصح العملاء بالعادة اللي بتشتري على خطة الدفع هاي؟ شو ما توفر معك خلال هالثلاث سنين مبالغ حطها بالعقار لحتى تقل القيمة النهائية لحتى تخف عليك. يعني بدل ما تاخد تمويل بنكي على 80% بتاخده على 50%. بس هيك أسعار لو سمحتي. أسعار شو؟ حددوا لي أبو ظبي دبي أسعار شو؟ بنحكي عن الإمارات. سعر الإقامة الذهبية بكم؟ هاي بدك تشوف المكتب اللي عم بيطلع لك إياها بكم. تختلف من مكتب لمكتب، تختلف من مكان لمكان. قصدك رسوم التكلفة تبع الإقامة الذهبية. معي 500 بعد بكرة؟ لا مو معي.
شايفك بس مش عارف وين، ولا انا عارفه وين. يعني بعد انتهاء الاقامه لازم ابيع وارحل. انا حكيت شغلي يا سان اوف كينج، انا حكيت تجدد طالما انت مالك العقار، ما في شيء اسمه تبيع وترحل. ذكرتني بغناية وترحل، لا شو اسمه، شو كان اسمه المطرب الخليجي؟ صباح النور. المعني الجدي يا جماعة بيقدر يتواصل معي، غير مسؤولي عن أي حدا بيتواصل معكم بيحكي لكم من الشركة، هو من جهتي أنا مش مسؤولي عنه، أنا مسؤولي عن اللي عن الكلام اللي أنا بحكيه وعن التواصل بيني وبينكم. الاستشارة مجانية وما في أي عمولة عند الشراء. شو كمان لازم، فقط المعني الجدي يتواصل معي بعد إذنكم، اللي بيضيع وقت ما في داعي. يعني أنا بطلع مرة واحدة بالأسبوع لايف ندردش فيه تكون ونستفيد، فهو هاي الوقت اللي عندي يا فراغ بيكون يوم واحد بالأسبوع. لهيك اللي بده بس يضيع وقت وبس يهرهر حكي لا يتواصل معي. حضرتك من شام، أنا سورية. أماني من كثر ما أنتي مدودي ومكيودي، حتى عندك البروفايل حاطة وجه شيطان، يعني تخيلي قدي أنتي مدودي من جوا. مرحبا مرحبا. تدخل دول الخليج معك قيمة؟ طبعا ايه بتقدر تدخل اذا معك اقامة ذهبية، حتى الاقامة العادية بتقدر تدخل فيها على دول الخليج. هل الاقامة بتسمح لي افتح مطعم؟ اقامة عادي، انت حر شو تعمل اللي بدك اياه. فيزا للسوريين. وين انت مقيم يوزر 16؟ ريفيرا عزيزي، بدك قيد الانشاء ولا جاهز بريفيرا؟ اسف يا جماعة، انا لما انفعل بحكي كلمات احيان مش لازم تطلع بالله، بس خلص لازم الشخص ينحط عنده حد. يا سامو انت عم تدفع 22%، عارف شو يعني 22%؟ يعني 22% هون ما شو بدي احكي لك، ولا شيء قيمتهم بالامارات ولا شيء. فانت عم تحكي عن مطور يا جماعه، لما عم تحكوا عن مطور او مقاول عم تحكوا عن مطور اسم كبير بيشتغل مع الحكومه، عنده فلوس. اصلا اي مطور بده يبني اي مشروع لازم يكون فيه عنده قيمه هاي المشروع، هو مش معتمد على اقساطك. يعني بالله اللي بدي اسالك سؤال، هلا انت عم تشتري اقساط، انت دفعت 24% وعم تشتري 1%، عم تدفع اقساط 1% شهريا، هو من هال1% بده يبني لك؟ هو اوريدي عنده حسابات بنكيه قويه اوريدي قادر يبني لحاله. هاي تسهيلات للمستثمرين عم بتكون، فهو مش معتمد على 22% اللي انت عم تدفعهم لحتى يبني، هو اوريدي مبلش بناء. يعني انت ممكن تيجي تشتري بنص المشروع، يعني ممكن المشروع احنا هلا المشروع مطروح جديد تمام، ففي اقساط 3 سنين، ممكن انت عم تيجي تشتري بعد سنه ونص، فانت رح تدفع نفس القيمه 22%، فهو مش معتمد على 22% تبعك لحتى يبني. بيندفع عن طريق اليو اس تي؟ نعم. خلي لايفك يوم عطل حتى نطلع معك. خلي لايفي يوم عطل، انا بالعادي بطلع سبت، بس اليوم ما بعرف شو خطر على بالي، لقيت حالي انه اليوم ما عندي شغل فقلت خليني اطلع، ما عندي متفرغه فقلت خليني اطلع لايف. سعر شقه غرفتين في دبي جاهز او قيد الانشاء؟ مقيم في سويسرا. اوكي، مقيم في سويسرا، معك اقامه او جنسيه سويسريه؟ يا جماعة لو سمحتوا لما بدكم تكتبوا السؤال اكتبوه مرة واحدة، لا تكتبوا هيك لأنه بيطلع كومنت بينهم، فأنا ما عاد بعرف شو كنتوا سألين. شو شغلك؟ بشتغل بالاستثمار العقاري في الإمارات. جاهز. شو البادجت تبعك يا أنور؟ الله يسعدكم. ممكن
ينتصبوا دول عشان نزح الخمس. ما في هيك شيء يا احمد يا جماعه، معلش لو سمحتوا، لو بدكم تحكوا كلام معين بدكم تحكوا شيء فكروا فيه قبل ما تحكوا، مشان ما يدل هذا الشيء، لان اذا دل بيدل على انه عدم خبرتك او عدم معرفتك او انك حدا مش متثقف مش قاري ما بتعرف قوانين الدوله. ففكره تدفع 20-22% انت بتحكي عن مطور حكومي بده يدفع بده ياخذ منك 22% يزحلق لك، كيف يعني بيضرب سمعه بلد كامله مشان يزحلق لك، مشان 22% تبعك مش بحاجه. ما هو انت لما تقارن حالك يا جماعه، في احيان ناس مع 200,000 درهم ولا 300,000 درهم ولا 200,000 دولار، انا بفهم شقة عمرك انت تعبان فيهم طالعين عيونك فحقك تخاف عليهم، انا ما عندي غير هالكلام. بس لا تجي تقارن حالك وتقارن ذكائك باشخاص باشخاص عندهم قوه ماليه هائله، واني مش بحاجه ال 200,000 تبعك، عم بيعطيك بيت مش عم بياخذ منك 22%، عم بيقول لك لا انا عم باخذ منك 22% لا عاد تعطيني شيء لتاخذ بيتك. غير عن هيك الشخص اللي انت بتعمل معه مش والله هلق طالع